الغاز مرعب على تيك توك لسه ما اتحلتش. تخيل لو عربيتك عندها القدره انها تشوف الاشباح. في راجل على تيك توك اسمه جون نزل فيديو وهو رايح المقبره يزور امه، وكان راكب عربيته اللي من انتاج شركه تسلا. المهم ان عربيات شركه تسلا بتكون مصممه وبيكون جواها في نظام تصادم بيقدر ان هو يحدد اي حاجه حوالين العربيه، فلو انت ماشي بالعربيه وفي ناس حواليك النظام هيظهرهم لك على الشاشه. جون وهو داخل المقبره لقى ان في ناس بتظهر على الشاشه ديت. الناس كانت بتظهر وتختفي في لحظتها. بعد ما جون نزل الفيديو دوت على تيك توك، في ناس تانية ابتدوا يعملوا نفس الشيء، بدأوا يركبوا عربياتهم التسلا ويخشوا بيها المقابر، وعلى شاشة العربية كان بتظهر ناس وبتختفي في نفس اللحظة. فهل ده بقى معناه ان العربيات كانت بتشوف الأشباح؟ توكر اسمها ميردي زارجوزا كانت مسافرة لولاية تانية بالطيارة، ولما وصلوا ارتفاع 30,000 قدم الطيارة بدأت انها تتهز وتترج بعنف شديد. المضيفات بدأوا يزعقوا ويقولوا للركاب يهدوا ويقعدوا، لكن الأغرب بقى إن ميردي صورت الشاشة بتاعت الطيارة وهي بتعمل لون أخضر كأنها شوشرة، والشاشات ابتدت تعمل الموضوع دوت في نفس الوقت. لو كمان الموضوع أثر على مقصورة القيادة والطيارة بدأت إن هي تفقد التحكم وتقع، لولا إن الطيار قدر إن هو يتحكم بيها تاني ويرجع يرجعها لمستوى الطبيعي في الطيران. الكومنتات بقى طلعت نظريات كتيرة، زي إن هم عدوا من جنب مركبة فضائية، أو إن المكان اللي هم فيه دوت فيه طاقة خارقة للطبيعة، أو إن هم عدوا من مكان شبه مثلث برمودا. في 2021 بنت اسمها ثمانسة حست إن في هواء جاي من ورا مراية الحمام بتاعتها، لما قررت إنها تشيل المراية اكتشفت شيء مرعب، إن في فتحة بتودي على أوضة سرية موجودة في شقتها وما تعرفش عنها حاجة، ولما حاولت تتصل بالراجل اللي مأجرة منه الشقة ما رضاش إن هو يرد عليها. ثمانسة حضرت نفسها وأخدت معاها شاكوش للحماية ونطت من الفتحة، ولما دخلت هناك اكتشفت إن هي مش مجرد أوضة، دي شقة كاملة تانية موجودة وراها، لا ولاحظت إن كمان في أدلة على وجود حد هناك، أكياس زبالة وأزاز مياه فاضية. في النهاية الراجل اللي مأجرة منه قرر إن هو يكلمها، وقال لها إن دي شقة بنعمل لها صيانة، لكن هي عمرها ما سمعت أي صوت من أصوات الخبط أو الشغل هناك. وفي 2022 ثمانسة نزلت فيديو تاني على تيك توك وقالت إن هي لما شالت مراية الحمام اكتشفت إن الحيطة اتسدت، وبرضه الراجل اللي مأجرة منه مرضاش يكلمها. توكر اسمهم عائلة بيت سانجل نزلوا فيديو مرعب بيظهر فيه راجل رايح جاي قدام بيتهم. الراجل جسمه أشبه ما يكون بالضباب، عبارة عن ظل أسود، بيفضل كل يوم بالساعات رايح جاي قدام البيت من غير ما يعمل أي حاجة تانية، لكنه ما بيكونش باين بسبب أغصان الشجر، وآخر اليوم بيختفي من غير أي مبرر. فضلوا مستمرين على الحال ده أيام كاملة، والكلب بتاعهم بالليل ابتدى إن هو يهوه على حاجة مش موجودة. قررت العيلة إنها تنزل بنفسها وتشوف اللي بيحصل، واليوم اللي راحوا يصوروا فيه الفيديو لقوا الراجل مش موجود لأول مرة، ولما بدأوا يندهوا عليه ده اللي حصل لهم. سمعوا صرخة عالية جدا جاية من ناحية الغابة، ومن بعدها الراجل ما بقاش بيظهر تاني، لكنهم كل يوم بالليل بقوا يسمعوا صوت الصرخات دي من حوالين البيت. الزوج بقى ينزل يجري ومعاه مسدس، لكنه ما بيلاقيش حاجة، وبعد فترة بطلت العيلة انها تنزل فيديوهات، ومصيرهم حتى الآن مجهول. العيلة المالكة في بريطانيا من بعد موت الأميرة ديانا وهم نظريات المؤامرة بحوطهم من كل حتة، ففي كلام كتير بيقول ان هم أكبر قيادة للماسونيين في العالم، وكلام تاني زي ان هم مش بشر أصلا ومن الزواحف البشرية، وبتنكرين بس في هيئة بشر، ونظرية كمان بتقول ان هم مجرد مجموعة روبوتات. لو الكلام اللي انت سمعته دلوقتي دوت غريب بالنسبة لك فأنا عايزك تتفرج على الفيديو دوت. الفيديو ده بيظهر فيه الامير هاري وزوجته وهم ملامحهم جامده، حاجه شبه الروبوتات او المانيكانات بتاعت المحلات. الابتسامه الموجوده على وشهم مرعبه. ومن بعد الفيديو دوت لما انتشر عند الاجانب النظريات اللي انا كلمتك عليها دي بدات تتاكد اكتر. اكتر اشياء مرعبه موجوده على خريطه جوجل الناس الطيور. في منطقه في طوكيو في اليابان لو انت جربت انك تفتحها على خريطه جوجل هتلاقي مجموعه من الناس اللي واقفين وراسهم وراس طيور. الاغرب من كده ان المفترض ان دي صوره ثابته، لكن انا لما جربت اتحرك يمين او شمال لقيت ان اي اتجاه انا بروح فيه الناس دي عماله بتبص لي براسها. في مطعم كمان قريب من المنطقه لما جربت ان ادخله لقيت برضه نفس الناس دي موجوده فيه. الموضوع حتى الان ملوش اي تفسير، جوجل ما فكرتش انها تعدله او كان خطا. في مدينه الصدر في العراق خريطه جوجل لقطت الصوره ديت، بحيره كامله من الدم طولها 2 كيلومتر، ولما انا جربت ابحث عنها طلع لي ثلاث تفسيرات محتمله. التفسير الاول ان لون البحيره بقى كده بسبب الجثث اللي اترمت في البحيره ايام الحرب مع امريكا، والتفسير الثاني هو ان كان في سفاح موجود يقتل الناس وبيرميهم في البحيره، اخواتنا العرقيين يحكولنا عنه. التفسير الثالث ان البحيره بقت كده بس بسبب الحيوانات النفيقه اللي كانوا بيرموها فيها والاضاحي بتاعت العين. الاغرب بقى ان بعد ما الصوره دي انتشرت على النت بعدها بفتره البحيره لونها هيرجع تاني زي ما كان ومفيش اي تفسير. جوجل في مدينه اوهايو في امريكا في بيت كامل معمول عليه غيامه او بلار، وانت ممكن تلوم على خريطه جوجل عاملين بلار على وشوش ناس، لكن عمرهم ما بيحجبوا مكان كامل او بيت. البيت ده لما انا بحثت اكتشفت ان وراه قصه مرعبه. البيت ده كان بيملكه واحد مختل اسمه اريال كاسترو، قذف فيه ثلاث سيدات وحبسهم لمده 10 سنين. لا والافظع كمان ان البوليس لما وصل وفتش البيت لقى جواه سلاسل حديد وغرف سريه، واحده من الستات دي كمان حملت وخلفت منه، وارغم الستين اللي معاها التانيين ان هم يولدوها. برغم ان الموضوع كان مرعب الا ان ده برضه مش سبب يخلي جوجل تعمل له غيامه. الاغرب بقى ان دي تاني حاله تقابلني كده على خريطه جوجل، لان كمان عندنا البيت بتاع جنبه الحقيقي معمول عليه غيامه وبرضه مش مفهوم السبب. الصوره دي تم التقاطها في اسكتلندا في منطقه قريبه من البحر، ولو انت ركزت فيها هتلاحظ ان ده كوبري في نص الميه، وهتكتشف ان ده عباره عن راجل بيشد جثه
ودي الاثار بتاعت الدم، والمفترض ان هو كان بيخطط انه ياخدها ويرميها في الميه. في مدينه نيويورك في موقع تحت كوبري، لو انت رحت له وجربت انك تقرب الصوره تحت الكوبري هتلاحظ ان في وش موجود. اغلب الناس اللي بصوا على الصوره ديت قال لك ان ده استحاله يكون وش بني ادم، هي ممكن تكون لقطه عشوائيه وممكن يكون راس فضائي او ممكن يكون شبح. لو انت من الناس اللي النت بيقطع عندها كتير، فانا جايب لك احسن 3 العاب مرعبه مش محتاجه انترنت على الموبايل، هتلاقيه سايبهم لك تحت في اول كومنت. اكتر حاجات مرعبه اللي هو في المستنقعات. في اكتوبر 2014 ضابط شرطه اسمه جو بدا يجيله بلاغات كتير من الناس ان هم بالليل بيسمعوا من ناحيه المستنقع صوت انفجارات عالي. جو ركب العربيه بتاعته وراح هناك عشان يشوف الموضوع، وهو كان معدي جنب المستنقع لاحظ حاجه غريبه في الميه، ولما نزل عشان يشوفها اكتشف شيء مرعب. لقى مجموعه عرايس موجوده في الميه مصنوعه من البورسلين ومتعلقه على عصيان بامبو ووشها كانه مرشوش بالسبراي الابيض. جو رجع ومعاه فريق تاني من الشرطه اكبر، ولما بداوا ان هم يدوروا في المستنقع اكتشفوا ان هم 21 عروسه. المرعب اكتر بقى ان في واحد من الضباط لما قرر ان هو يفك العروسه لان في جواها ماده لزجه لونها اسود، ولما حللوا الماده دي اكتشف ان هي دم بني ادم متجلط. في مدينه لوسيندا في استراليا حوالي 406 مواطن من اهل القريه اترعبوا بسبب حاجه واحده شافوها ناحيه المستنقع، لقوا ان في عروسه محطوطه على مرجحه والمرجحه كانت عماله بتتحرك بيها. الاغرب بقى ان قبلها بيوم كان في صياد بيحكي ان هو معدي في المستنقع بالقارب بتاعه لان في بنوته صغيره قاعده على المرجحه، ولما شاور لها وبعدين مشي اللي حصل ان الموتور بتاع المركب بتاعه ولع. اللي اتحكى من السكان وقتها ان كان في جد وجده عندهم حفلتهم الصغيره كانوا بيحبوها، والبنت دي للاسف ماتت، وهم لما ما قدروش ان هم يتقبلوا موتها راحوا جابوا عروسه بحجمها تقريبا وحطوها على المرجحه اللي كانت بتحب تلعب بيها، ويقال بقى ان روح البنت سكنت العروسه. في 2020 في فلوريدا كان في 2 صيادين افاعي كانوا شغالين في منطقه انتشر فيها افاعي بيراميس بايسون، ودي انتشرت بسبب ان في حد طلق النوع ده من الافاعي من كام سنه هناك، ومن بعدها النوع انتشر جدا. وفي يوم وهم شغالين كانوا معديين من ناحيه المستنقع وشكوا ان في حاجه ممكن تكون موجوده في الميه، ولما نزلوا فيه واحد منهم بيقول ان ايده كانت بتترعش من كتر الخوف، وده لان هو ادرك حجم الشيء اللي كان عمال بيعدي من تحت رجله. التعبان كان طويل جدا عن اي شيء شافه قبل كده، وبدا الاثنين يحاولوا يمسكوا التعبان واحد من راسه واحد من الديل، لكنه فضل يحاول يلف عليهم ويقاوم لحد ما في الاخر قدروا ان هم يطلعوه من الميه بمعجزه، واكتشفوا بعدها ده اكبر تعبان تم صيده من الفصيله ديت. طوله وصل ل 6 متر ووزنه كان اكتر من 50 كيلو.